يبقى ثلاث انواع بتروح تكشف فيهم عند دكتور المخ والاعصاب: الصداع النصفي اللي جاي في ناحيه واحده، الصداع اللي محزم الراس، والصداع اللي جاي في العين فقط. اهلا وسهلا بحضراتكم. في نهايه الفيديو ده هتكونوا عارفين اكتر عن اسباب الصداع، انواعه، نكشف عند مين يا دكتور؟ دكتور العيون الاول، ولا دكتور المخ والاعصاب، ولا دكتور البطنه، ولا دكتور الانف والاذن؟ امتى يكون الصداع ده خطير ويستلزم اهتمام مننا وكشف على طول، واللي احنا بنسميه الريد فلاجز او العلامات التحذيريه، وايه علاقه العين بالموضوع؟ خليكم معايا. الموضوع اللي بنتكلم عنه النهارده مفيش واحد فينا ما جربوش، مفيش واحد فينا ما صدعش. والصداع ليه اسباب وانواع مختلفه ومتعدده: صداع من الجيوب الانفيه، صداع من الارهاق، صداع من قله النوم، صداع من قله الاكل، صداع من العظمه، صداع من الولاد، صداع من ام الولاد، صداع من الزمالك، وصداع بسبب حاجات كتيره خالص. وطبقا لاخر احصاء في حوالي 200 سبب لاسباب الصداع. بصفه عامه هم مقسمين الصداع لصداع اولي وصداع ثانوي. صداع اولي يعني بسبب غير معروف او بدون سبب، وصداع الثانوي بسبب وجود اصابه او بسبب وجود مرض ما في جزء من اجزاء الجسم سبب وجود هذا الصداع. الصداع الاولي هو الصداع الشائع اللي بيجي عند 90% من الناس، وزي ما احنا قلنا اللي ملوش سبب، وغالبا بيجي عند الناس اللي هم من سن 20 لسن 40 سنه. وعلى الرغم ان هو صداع متكرر وممكن يعمل مشاكل وممكن يعمل لك اكتئاب ويأثر على الانتاجيه بتاعتك، الا انه ملوش تقريبا مشكله او خطوره على الحياه. وبيشمل الصداع النصفي وصداع الارهاق. والصداع النصفي اللي بيجي في جزء واحد من الراس او نصف من الراس وبيكون معاه اعراض قبلها، اعراض زي زغلله العين، حساسيه من الضوء، حساسيه من الاصوات العاليه. ودي الاعراض اللي بيعرف منها مريض الصداع النصفي ان هيجيله نوبه من نوبات الصداع النصفي. النوع الثاني اللي هو صداع التوتر او الارهاق، واللي هما بيسموه باند لايك او بيحزم الراس. الصداع بيكون على جانبي الراس ما بيكونش معاه الاعراض اللي احنا ذكرناها في الصداع النصفي. نوع اخر من الصداع، الصداع اللي بنسميه الصداع العنقودي، وده صداع بيجي على هيئه نوبات بتيجي في العين بالظبط. صداع شديد وممكن يقعد من دقائق لحد ساعات، بيكون مصاحب بدموع واحمرار والام في العين. الثلاث انواع من الصداع دول انواع من الصداع الاولي اللي احنا لما بيجونا بنكشف عند دكتور المخ والاعصاب. التقسيمه الثانيه من اسباب الصداع وهو الصداع الثانوي، وده زي ما احنا قلنا انه بيحصل نتيجه مرض او حاجه او مشكله معينه، وهو نسبه قليله من الناس. في جزء منه طبعا بيكون صداع مش فيه خطر على الحياه، وفي تاني بيكون فيه نسبه خطوره عاليه على الحياه. اللي بيكون فيه نسبه خطوره على الحياه ده بيكون بسبب وجود نزيف داخل الراس لا قدر الله، اورام داخل الراس، التهابات في السحايا او الاغشيه المغطيه للمخ زي المنجايتس او الالتهاب السحائي، التهابات بقى اللي بتيجي في الجيوب الانفيه وفي الاسنان، بعض الالتهابات اللي بتيجي في الجهاز الهضمي، انيميا، والتخصص بتاعنا وهو الالم الناتج عن مشاكل في العيون. التفرقه بين انواع الصداع حاجه محتاجه دكتور عنده خبره، وهي حاجه صعبه لان ما احنا زي ما احنا شايفين ان في انواع كتيره واسباب كتيره للصداع، وغالبا كلهم بيشتركوا في الشكوى صداع. بس جمعيه الصداع الامريكيه، وايوه في جمعيه اسمها كده، عملت ريد فلاكس او علامات تحذيريه لو هي موجوده عندنا يبقى الصداع اللي عندنا ده لازم ناخد بالنا منه، وده هيكون غالبا في خطوره علينا. والعلامات دي هي صداع شديد ومتزايد، صداع معاه حمى وفقدان في الوزن، صداع مع مرض عضال زي الاورام والالتهابات الكبديه، صداع معاه امراض تانية، امراض عصبيه، وصداع بعد خبطه في الراس، والصداع اللي بيجي معاه فقدان في الوعي. انواع الصداع دي لما تبقى موجوده غالبا احنا بنحتاج نعمل تصوير على الراس عشان نطمن على المخ. ونيجي بقى دلوقتي للصداع المرتبط بالعين. زي ما انتوا شفتوا اغلب انواع الصداع بتحتاج كشف عند دكتور المخ والاعصاب. فاول حاجه انا بلجأ ليها لما بيجي لي صداع، بالذات لو كان صداع متكرر او صداع شديد، اللي انا هروح عند دكتور المخ والاعصاب، اللي هو بعد كده هيحولني على دكتور العيون او دكتور البطنه او دكتور الاسنان او دكتور الانف والاذن. دلوقتي بقى هقول لكم على بعض الاسباب اللي بتبقى موجوده في العين واللي بتسبب صداع. وعشان تعرفوا ان العين غالبا مش من اسباب الصداع، الاسباب دي مش اسباب شائعه قوي. ابرز سبب من اسباب الصداع الشديد وهو الجلوكوما مغلقه الزاويه. يعني ايه؟ يعني لما بيحصل قلق او سد في الاماكن بتاعه تصريف السائل اللي جوه العين، فالسائل ده يبدا يتراكم ويبدا يضغط على جميع المكونات والانسجه بتاعه العين، فيحصل ارتفاع في ضغط العين ويحصل الم شديد، ممكن يحصل معاها كمان ميل للقيء او قيء، ويحصل معاها فقدان في النظر او ان جوده النظر تقل جدا. ده واحد من
الطوارئ بتاع العيون اللي بيستلزم اللي احنا نكشف على طول، والدكتور على طول بيخفض من ضغط العين بالادويه او حتى بالمحاليل اللي بتتعلق، وبعد كده بيبدا يعمل جلسات للليزر عشان الموضوع ده ما يتكررش تاني، وفي بعض الاحيان بنعمل عمليات للجلوكوم. النوع الثاني وواحد من انواع الصداع الخطيره وهو الالتهاب الشريان الصدري، التهابات داخليه جوه التكوين بتاع الشريان اللي شايل الدم، وده بيخلي ان الشريان ده يتمدد ويورم، فده هيقلل من نسبة الدم اللي ماشية جواه، فهيقلل من التغذية اللي رايحة للأنسجة المختلفة ومنها العين، وده ممكن يعمل فقد كامل للبصر. من الأسباب بتاع الصداع المرتبط بالعين، وده حالة من طوارئ العين، وده بنعرفه بأن هو بيجي في الناس الكبيرة في السن، بيبقى معاه أعراض زي أعراض البرد، ارتفاع في درجة الحرارة، عرق، وبيكون في ألم في المنطقة دي، ألم بيحس إن في ألم وهو بيسرح شعره، وكمان ممكن يلاقي إن الشرايين متمددة هنا، يلاقي شريان أو حاجة متمددة هنا وهو بيسرح شعره، يحس بألم وهو بيمضغ وهو بيحرك الفك بتاعه، ده على طول بيتعالج عشان ممكن يعمل فقد في العين، ممكن يعمل فقد في العينين الاتنين، ممكن يبقى عنده مشاكل بعد كده كبيرة على الحياة. الحاجة الثالثة وهو وجود ضعف نظر أو طول نظر أو استجماتيزم، وده الدكتور على طول بيعرفه، والمريض اللي عنده الصداع ده إن شاء الله ما بيكونش صداع شديد قوي، ولما بيلبس النظارة بيتعالج. واحد من المشاكل التانية وهو ارتفاع ضغط المخ، وده غالبا بيجي في البنات، بيجي في نتيجة اختلالات هرمونية، وكمان بيبقى مصاحب معاه ارتفاع في الوزن. كنا زمان مش عارفين السبب بتاعه، بس هو بيأثر على الأنسجة بتاعة المخ، ومن الأنسجة بتاعة المخ دي العصب البصري، فتلاقي إن العصب البصري دكتور العيون يلاقي إن العصب البصري ده متورم، يكون فيه انخفاض في جودة النظر شديدة، يكون فيه قيء، يكون فيه حتى رؤية مزدوجة نتيجة الضغط على الأعصاب، وده بيكون ليه علاجات، يا إما علاجات بالإقراص، وفي بعض الحالات المتقدمة بيتعمل تصريف أو صمام لتصريف السائل اللي جوه المخ ده لخارج المخ. السبب اللي بعد كده وهو التهاب العصب البصري، وده بيؤدي لألم مع حركة العين، مع حركة العين اللي يكون فيه الوجع أو صداع نتيجة إن فيه التهاب في العصب البصري، وظائف العصب البصري بتقل، يعني الرؤية والألوان التمييز بتاعهم بيقل، وده هنتكلم عنه إن شاء الله في مرض التصلب المتعدد الـ MS في حلقة انتظروها قريبا بإذن الله. حاجة تانية من الحاجات اللي بتعمل صداع هو وجود الالتهابات بقى، الالتهابات البسيطة، الحساسية، الالتهابات الداخلية اللي جوه العين، وكل الحاجات دي بتعمل بعض أنواع الصداع. زي ما احنا شفنا الصداع اللي مرتبط بقى بأمراض العيون مش شائع قوي، وممكن ما يكونش خطير قوي، بس في سبب أو سببين بيكون فيهم خطورة إن احنا ممكن نفقد البصر. طولت على حضراتكم، بس كانت دي دردشة أو عموما أسباب الصداع المختلفة اللي موجودة عندنا وعلاقتها بالعيون. لو انت عندك صداع تكشف عند دكتور المخ والاعصاب، بعديه دكتور العيون، بعديه دكتور الانف والاذن، لان انا نسيت اقول ان الجيوب الانفيه واحده من اكتر واكتر انواع الصداع الشائعه، واللي بتاثر جدا على العين. المريض بيحس ان عينه هتخرج من الراس، ويحس ان هو لما يجي يوطي يجيله دوار وصداع شديد. الف سلام عليكم، والف سلام على كل واحد عنده صداع شديد، واتمنى ان انتوا دايما تكونوا بصحه وعافيه، وما تنسوش تسيبوا لي رايكم في التعليقات، لو حد عنده صداع يقول لنا ايه هو سبب الصداع ده. كان معاكم دكتور محمد جوده، اتمنى اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، مع السلامه.